السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم امين الله. شباب اي واحد يحب يعكعك، يحب يشحن جواهر، يحب يجيب اي حاجه، شباب يعمل لك اللايك والاشتراك. والله الرجل اي حاجه نعرفها ننزلها باذن الله في القناه. تبي شباب عندك التطبيق هذايا، برشا عباد ما فهمتوش وبرشا عباد معناتها كيفاش يا اخي، ومن اب جاليري يا اخي، ونشارجي من اب جاليري. باهي شباب خويا الغالي، باش تلقى الساعه رابط التنزيل نتاعو في الوصف، باش نفهمه لكم في حدث شباب تحفوني يا شباب، باش نفهمه لكم بدقه وبكل شيء. باه نضغطوا على التطبيق صاحبي الغالي، لا يحتاج منك لا تسجيل دخول ولا حتى شيء. اوكي شوف يا خوي الغالي، اول ساعه انت ما تجي معناتها تفتح التطبيق خوي الغالي، باش يجيك لهنا برك. انا بعد ما تعاود تدخل وتخرج يجيك لهنا في الخانه هذه. باه ننزلوا عليه خوي الغالي. اوكي يا احلى ناس، مرحبا بكم. باه شوفوا يا الرجل، باه قال لك خوي الغالي لا اله الا الله محمد رسول الله، تنفيتي صديقك تاخذ عليه 300 نقطة يا صاحبي الغالي. باه باهي الرجل، كيفاش احنا خوي الغالي باش نجمو نشارجو باهي؟ قال لك على كل صديق تجيبو تاخذ 0.3، المرة الثانية 0.3، المرة الثالثة 0.3، المرة الرابعة 0.3، المرة الخامسة 0.6، ومازال يعني شباب، ومن بعد يولي الريورد 2. باهي اوكي كيفاش خويا الغالي باش ناخذو نحنا النقاط؟ ريت صاحبي الغالي بعد ما تكمل هذوما يولي يعطيك تدويره لهنا على كل شباب. شوفوا فما 50 نقطة، فما 200 نقطة، فما 10000 نقطة. شخص يا الرجل جينا 100 دولار نوزعها للعباد، نوصل لشين أكثر عباد ممكن من لابوني. عندك 2000 نقطة دي دزورو. باهي خويا الغالي عندك 10000 نقطة دي معناتها 10 اوروات. باهي خويا الغالي، ريت انت خويا الغالي تنفيتي 4 اصدقاء يعطوك 1 دولار. فهمت خويا الغالي؟ باهي عندك معناتها النهاية صاحبي الغالي، تجي لهنا كيفاش باش تنفيتي صاحبك؟ تجي لهذي انفيتاسيون ليست، تجي غاديك اخويا بتعرف اللي فما شكون اللي حطوا الكودات، يعني اذا تحبوا تتبادلوا شباب في التعليقات او حاجه تنحط لكم يعني رابطي ونتعاون ان شاء الله شباب. باش تعرف خويا الغالي شكون اللي حط لك يعني كودك وشكون اللي باه. كيفاش زاد الناس الكل يعني فيه يا اخي؟ هو وقتات شباب يوفى نهار 31 ديسمبر يا الرجل، يعني عنا الحال عنا الوقت شباب باش نعكعكم منه. وكي تجيب تشارجي شباب من خلاله، زيد تشارجي عباره على على طريقه بقالوا لهم عطونا شباب تو شنيا دورت نشوفوا شباب في الهدية شنو باش يعطونا. 4 بوني شباب عطونا. باه عندك هاو شباب، عندك زادة في التسجيل اليومي شباب تاخذ هيا عنا 10 نقاط، ولهنا خذيناهم شباب 10 نقاط، ولهنا قال لي كمل المهمة. باه اوكي هذا هو الشرح ديالنا اليوم خويا الغالي. اذا تحب تعكعك او حكايه صاحبي الغالي، عملوا لنا لايك واشتراك في القناه. باش تلقوا شباب الرابط تاع التطبيق هذايا ان شاء الله في التطبيق في الوصف. عملوا لنا لايك واشتراك ويرحم والديكم.